بسم الله ربنا ثبت أقدامنا على دينك واجعلنا من نمتاز بإيمانهم الراسخ بك الكريم موحدين شاكرين لأنعمك بالتمام والكمال يا من له تمام الجمال. يقول ربي نعود نفس الآية 21 من سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. يعني فماش خيبة أمل، أنت ماك عملت لله تحقق، قال يا ربي مش ضاعف لك الأجر، وما ألتناهم غير ما نقصنا لهم من أجورهم. لا ريكومبونس إلي ماجوري إنو مينوري. نعود إن شاء الله تعالى.